السلام عليكم زبائننا الكرام. اليوم ان شاء الله راح نستعرض لكم مجموعه من اسعار اجهزه ايفون. بس قبل ان نبدي، اسعار شركه لماني هي رنجات، يعني من ويلا. بس الناس تسال ليش اسعاركم رنجات؟ ابرز الاسباب واهم الاسباب انه اسعار الاجهزه دائما بتغير مستمر، وقد يكون سعر الشراء هو الاعلى او الاقل او بينهما، بغض النظر عن الكميه. يعني اذا عندك قطعه واحده او 10 قطع فالسعر هو نفسه. هسه نبدي باول جهاز واللي هو الايفون 12 برو، ذاكره 256. سعر الجهاز تراوح ما بين 1,460,000 الى 1,500,000. وعندنا الايفون 12 البرو 256 نسخه الشرق الاوسط، سعر الجهاز تراوح ما بين 1,500,000 الى 1,560,000. عندنا هنا الايفون 13 ذاكره 128، سعر الجهاز تراوح ما بين 1,180,000 الى 1,220,000. الايفون 13 الذاكره 256، سعر الجهاز تراوح ما بين 1,350,000 الى 1,390,000. ال 13 برو الذاكره 128 نسخه الشرق الاوسط، سعر الجهاز تراوح ما بين 1,510,000 الى 1,547,000. وال 13 برو ذاكره 256، سعر الجهاز تراوح ما بين 1,670,000 الى 1,705,000. ال 13 برو الدبل سيم كارد ذاكره 128، سعر الجهاز تراوح ما بين 1,670,000 الى 1,710,000. وال 13 برو ذاكره 256 ودبل سيم كارد، سعر الجهاز تراوح ما بين 1,810,000 الى 1,845,000. ال 13 برو ماكس ذاكره 128، سعر الجهاز تراوح ما بين 1,675,000 الى 1,705,000. والايفون 13 برو ماكس ذاكره 256، سعر الجهاز يتراوح ما بين 1,810,000 الى 1,845,000. ايفون 13 برو ماكس دبل سيم كارد ذاكره 128، سعر الجهاز يتراوح ما بين 1,820,000 الى 1,860,000. والايفون 13 برو ماكس ذاكره 256 دبل سيم كارد، سعر الجهاز يتراوح ما بين 1,950,000 الى 1,985,000. تقدرون تحصلون على باقي التفاصيل من الوان واسعار في سوق شركه لمان الالكتروني وتطلبوهن، وراح يوصل لك وين ما تكون، او تزور موقع الشركه في محافظه كربلاء حي البلديه قرب دار الاطفاء. مع السلامه.